بروتوكول خاص في الأيام الجاية. أهم الإجراءات هذه تأخير القضايا الجناحية والجنائية في حالة صراح لمدة شهر. أكثر تفاصيل مع رئيس المجلس يوسف بوزيخر. تفعيل مقتضيات البروتوكول الصحي العام بكل صرامة في خصوص الدخول للمحاكم، أيضا في خصوص تأخير بعض القضايا اللي تشهد اضطراب لمدة شهر يتعلق الأمر بالقضايا الجناحية والقضايا الجنائية في حال صراح، أيضا ما يتعلق بتبادل التقارير بين الأطراف الدعاوى، ما يستدعيش الأمر لتنقل لمقرات المحاكم وإنما يتم تبادلها بين المحامين فيما بينهم في إنذار كل طرف على ما يتلقاه دون أي إجراء آخر. أيضا في خصوص محكمة المحاسبات الاقتصار في الدخول لهذه المحكمة بالنسبة للنزاعات الانتخابية لمن يمثل القائمة. بقية أخبارنا في عناوين. في المستير تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا لرجل عمره 70 سنة. وزيرة المرأة تدعو لتكثيف التدخلات الميدانية الرقابية في قطاع الطفولة لحماية الأطفال والعاملين. رئيس الحكومة يقرر تعيين وليد الذهبي كاتب عام للحكومة. أخبارنا بعد ساعة. تابعوا أخبارنا وبرامجنا 24 على 24 على EFM TV على اليوتيوب. EFM. ثمانية لتسعة متاع الليل، انتم تسمعوا في مع حاتم على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أنتم تسمعوا في مع حاتم كما كل يوم من 8 إلى 9 متاع الليل على EFM. حلقة اليوم قبل ما نشوفوا التيتر متاعها، اقتراح من الناس اللي من بعض الناس اللي يسمعوا فينا يحبوا على تحليل عقلاني للموجة متاع البركاجات والعنف اللي صايرة في تونس. مانيش باش نحكي بالتفاصيل خاطر التفاصيل رينيهم على طول اليوم، لكن بنوعا نحاولوا نعملوا تحليل هادئ، تحليل عقلاني، وهذا يقعد كان وجهة نظر، معناها نحن نتفاعلوا مع اللي يصير في المجتمع متاعنا، كل واحد بالخلفية متاعه، كل واحد بالتجربة متاعه، كل واحد بالعمر متاعه، دونك مش بالضرورة اللي باش نقوله صحيح، لكن باش نحاول جو ديتكت، معناها اليوم في اللي صار الكل أنواع من الخطاب العنيف، من توجيه الرأي العام والاستثمار لهالنوع من الأحداث الأليمة. نحن نحبوا مجتمعنا يكون هادئ، نحبوا السلم الاجتماعي، نحبوا العباد نجم تخرج وقت تحب وين ما تحب في الوقت اللي تحب، سواء كانوا نساء سواء كانوا رجال سواء كانوا أطفال سواء كانوا شباب، ما غير ما نتيحوا في البسيكو جنرال اللي قاعدة تعب في المجتمع الكل، تعب فينا نفسانيا، تعب فينا اقتصاديا، وتنشوفوا بعض الجوانب من هوني لاخر ليميسيون. باهي اهلا بيك ماي. مع السلامه حاتم. الماسكه ديما على هذوما لافابل هكا كلها غوجا ليفغ، كانوا بالغوجا ليفغ والفون دو تان باش تعاود تتنفس الفون دو تان. باش نعملوا حتى الروح تيك هاو تجيك في شويه فون دو تانيت خير من تجيك في الكورونات. باهي شعلنا اليوم.
عنا برشا أخبار، وباش نبدأ بالاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة أحمد موحى، وباش نشوف واش نية ردة فعل سيف الدين مخلوف. بيه هو أحمد موحى نائب من ائتلاف الكرامة، اليوم في الصباح تم الاعتداء عليه، تنشوفوا شنو ردة فعل سيف الدين مخلوف اللي هو زميل وينتمي نفس الحزب. وراهو الناس باش نقولوا لهم، خاطر برشا ريتك على لي ريزو سوسيو يقولوا والتريتمون ميدياتيك مش كيف كيف. لا لا، راهو انسان تم اعتداء عليه لنغزر للونه للجنسه معناه العقيدته للميولات نتاعو، هو يقعد انسان والاعتداء على انسان حاجه خط احمر ما يزمناش نتجاوزوه. ومن بعد باش نتعديو حاتم السي فيصل التبيني اللي قرر انه يخرج عن صمته ويحكي على بشرى بن حميده ونقولوا له رب عذر اقبح من ذلك. هو عمل لايف باش يجاوب الانتقادات اللي هبطت عليه، وبعد ساعات واحد كيما يجاوبش خير. وباش نحكيو زيد على فوازير غازي الشاويشي وتشنشنت اليوم، هي ما هو شيء الذي ليس لديه رائحه ولون وطعم؟ زعما على شنو يحكي؟ انا نعرف من بعد قعدوا معنا سينو كيقول لكم من تو معني من بعد اش عندهم نقول، اما فما هكا فما مفاجات. باش نختم بنصيحه، بالله ما عادش تدخلوا بعضكم، راهو اللي يقولوه الوزره حاجه والبيانات الرسميه اللي هبطوها لنا حاجه اخرى، وتو نشوفوا على شنو باش نحكي. ميرسي مي في تحسن السمي قاعد يتقد قاعد يتريقل شوي. هاي عز باهي، قبل ما نبدا نحب ليميسيون هذه كل مره وين فما هكا شخص يكون عنده وقع علي انا ولا على غيري ولا وقع المجتمع، نحاولوا نعملوا له ديديكاس. ليميسيون هذه ديديكاس ليه، انا المره هذه ديديكاس ليميسيون الاستاذي واللي عمل لي تاطير في معهد الصحافه العربي شويخه، قال لي اليوم هبط تدوينة يعلن فيها خروجه للتقاعد. راهو كما علم سي العربي راهو ما فماش تقاعد في مهنتنا، وان شاء الله نراوك في هيئه مستقله للتعديل الاعلامي. معناها استقلالك وحتى الدروس اللي حتى الطلبه شهادات اللي ريتها اليوم على الاستاتيو نتاع العربي شويخه، شهادات الطلبه الكل، فما شبه اجماع والاجماع تام. ما هو بو ما نحبش انا حكيت الاجماع التام ديما، يلزم خليه شويه مساحه عفوا باش نتنفسوا. دونك اجماع على الكومبيتونس نتاعو معناها الكفاءه نتاع الاستاذ عربي شويخه، ونهدي له الغنيه هذايا الغنيه بيني انا مخي في الغناء. نهدي له ليميسيون هذايا خاطر انا انت مؤثر نتاعي، وتاثير اي استاذ معناها اي استاذ اثر فيا جينيرالمون اثروا فيا بالباهي، فما اللي غرمني في القرايه، فما اللي غرمني بالانسانيه، فما اللي علمني برشا حاجات وخاصه المهنه الاصليه نتاعي اللي هي صحافه. ما تنساوش انا خريج معهد الصحافه. باهي كلمه اخرى زاد في البدايه على وفاه حليمه معالج الناشطة السياسية، معناها اللي أبختو إنسانة مواطنة تونسية كان عندها أثر في الحياة السياسية. أنا عندي أنا إنسان مات وقفت الحياة تعدى، معناها اللي تعدى ما فيه ما يتصلح ما فيه ما يتجد. نقعدوا ديما نتعاملوا مع الموت يلزم كنهاية وجود إنسان في وسطكم، معناها بتنجمش تتكلم على إنسان ما عندوش الحق باش يجاوب، وهي معاش عندها معاش تنجم تجاوب خاطر هي توفيت. وعيب كإنسان معناها يسب إنسان توفى خاطر ما ينجمش يجاوب بالأساس، خاطر حياته انتهت. ونحن معناها تجاربنا في الحياة هذه، نحن هنا ضيوف باش نتعديو، معناها باش نعديو في مرحلة من الحياة، وكهو تمشي أفعالنا وتصرفنا يمشي
مع الموت متاعنا. دونك عيب باش نعلقوا بالخايب على الإنسان، واذكروا موتكم بخير، معناها هذيك حاجة من رفعة الأخلاق، ويلزم معناها نترحموا على كل إنسان ما توفى، خاصة الوفاة بالكوفيد، معناها وفاة في الشيء اللي نعيشوا فيه، في الخوف اللي نعيشوا فيه من هالفيروس اللي بدل لنا حياتنا. دونك بربي ننزعوا على مخنا هذه العقلية متاع الشماتة متاع الغيظ. لا يقتل البشر، الغيظ يقتل ما هو إنساني في البشر، معناها هذيك الغيظ ولا النقمة على حاجة، ولا حاجة تقعد نقطة سوداء، واحد يقعد يكركر في حاجة خايبة نقطة كحلة في قلبه وحياته كاملة بالسنين فهمت، ويفزد حياته، ويقعد حتى الأمراض تزيد، حتى التنسيون تزيد، حتى السكر يطلع، ارتاح ارتاح. ومعناها ما نحن في نعيشوا في مجتمع على اعصاب، وتبعديش نشوفوا منسوب العنف اللي زاده جاي من نوع من الستريس اللي نعيشوه، ونوع زاده من الظروف القاسيه اللي تمر بها البلاد منذ اشهر. هذا ما يبرر حتى شيء، لكن باش نحاولوا من بعد نحكيوا بصفه عامه شنو الحاجات اللي خلت المجتمع متاعنا على اعصابه، واللي منسوب العنف قاعد يرتفع. كهو دونك الويكاند هذايا تعدى ياسر صعيب على التوانسة، ضغط كبير خاصة المنسوب والأحداث، منسوب الجرائم والأحداث اللي صارت. مشيو فاصل وندخلوا في الصحيح. خلود مبروك، تلقاوني في 90 دقيقة من اثنين للجمعة من نص نهار الماضي ساعة ونص، ومعايا كالعادة سفيان بالحميدة، مش وحده، اثناء برنامج 90 دقيقة يعزز فريقه بطارق الكحلاوي وشاكيب درويش. في 90 دقيقة ساعة أخبار تحاليل وتصريحات، ونص ساعة حوار مع ضيف كل يوم على إيفام أحلى غاديو. ثمانية لتسعة متاع الليل، انتم تسمعوا في مع حاتم على إيفام أحلى غاديو. رجعنا لكم في مع حاتم، نحن متواصلين حتى للتسعة متاع الليل. دونك كما قلت لكم بكري، حاولت نركز شوية على الأحداث الأخيرة، خاصة اللي صار في الويكاند، وفجأة كل ساعتين ثلاثة يخرج خبر. بون فما خبر متاع الاعتداء على التاكسي ذاك من عام 2017 إلى سيركولي كمام في حزمة، ونعرفوا برشا عبيد ما غير ما يثبتوا في الأخبار يعودوا يبرتاجيوا يعودوا يشعلوا النار. لكن اللي صار زادة حكاية الطفلة اللي لقاوها مقتولة في حانوت، طفل صغير 17 سنة يقتلوا طفل آخر 17 سنة بتاعنا في قلبه، وبار حكيت رحمة اللي فريمون زعزعت الرأي العام. توضيح من الأول، من هذا ما يلزمناش نحاولوا نبرروا العنف ولا القتل ولا الاغتصاب، التبرير مرفوض، لكن نحن نتيحوا في العاطفة، وهذا مفهوم، خاطر أبخيتو العاطفة هي الدليل على إنسانية الشخص وإنسانية البشر، والعاطفة باهية، لكن العاطفة كما كل شيء ما يلزمش تكون اكسيسيف. يلزمك كي تكون قدام مشاهد كيما هكا ولا قدام أحداث كيما هكا، على سخانة الحكاية ما ينجمش حتى إنسان يحط روحه لا في بلاصة الضحية لا في بلاصة عائلة الضحية. ونحن نتمنى الضحايا الكل، ضحايا العنف اللي في بلادنا، يكونوا معناها عائلاتهم، معنى يزمنا نترحموا على الضحايا أولا، ويزمنا زادة نقفوا بجنب عائلاتهم سواء بإحاطة، نزم نظهروا نحن كمجتمع متعاطفين معهم. بالحق ما يزمناش نبخلوا لا بكومنتير لا باللي نجم، ونقدروا كل واحد باللي نجم يعاون، يلزم نقفوا معهم. والدولة زادة من واجبها توفر إحاطة نفسية، فما ناس مختصين في الكلام عن الناس هذوما، خاطر راهو بعد ما يتدفن
تتدفن الضحية، تتدفن الابن، ولا تتدفن الأخ ولا الأخت ولا أي إنسان ضحية عنف، ضحية قتل وحشي. العائلة تقعد وحدها، العائلة يبدأ عندها فراغ كبير، العائلة تبدأ العائلة والأصحاب القراب زادة تبدأ معناها فما هواجس وفما ديكوشمار، فما معناها حاجات تعدي في المخ ما نجم يعرفهم، ما نجم يعيشهم كان هما. نحنا ما عنيش الحق لبش نعطيه دروس، لبش نعطيه نصائح، خاصة في الأيام الأولى اللي هما صعاب. دونك من واجبنا نحنا نقفوا معهم باللي نجموا بكلمة طيبة بالترحم، وهذاك أضعف الإيمان. بعد في الهدوء ولا واجبنا الكل، معناها مش كان الدولة، مش كان نحن مواطنين، وتنحاولوا هكا بشوية بشوية نشوفوا شنو الحاجات اللي تنجم تفسر، مش تبرى، عاود نسطر على كلمة تفسر تكاثر مظاهر العنف في بلادنا. نبدأ دونك بال نشوفوا أهم الأحداث اللي صارت اليوم. كذلك الشاب اللي قام بفعل يعني الجاني رحمه الله، يعني ما هيش أول مرة، كان يعني عنده سابقة، يعني عنده كان عمره 15 سنة سدد، يعني كان عنده زادة سكين وضرب به شخص آخر، وقام في الإنعاش بمستشفى جاوب القصرين. وفي العمر هذاك ما كان يعني عمره جانح، مازال يعني عمر أصلاحية، تم إيداعه بالإصلاحية ثم خرج. طول هذا بطبيعة الحال زاد إصلاحية، خرج مش صالح، معناه خرج بنفس الكومبورتمان، يمكن أكثر عنف يظهر لي أكثر أخت وزيها، خاصة أنه تنشأ الاجتماعية الطفلة ذي أم وأبوه يعني مطلقين، يعني أمه يعني يعيش الوالد نتاعه يعني ماخذ مرأة ثانية متزوج، يعيش مع أمه، عنده أخوه زاد، أخوه زاد كيف كيف، يعني أمهم فقدت يعني السيطرة على تربية أولاد هذيا، وهذا يرجع يعني تغلبت يعني يقولوا نحن بغلبت يعني بلغتنا العامية، أختي يلا غلب، بغلبت المغلوب على أمرها. لكن اللي زاد الطين بلة اللي شقيقه الأكبر اللي أكبر منه زاد هو قام بالاعتداء بالعنف وست إلى حاد على مواطن آخر أسير قصري شهرين التالي، حاليا يعني في حال فرار. باهي هذا إكسري اليوم كان معناها باحث معناها أمني يمثل نقابة الأمن، كانت وجهة جندوبي سألته على حادثة الطعن طفل 17 سنة يطعن طفل آخر عمره 17 سنة وطفل يتوفى ضربه في القلب، راه مش لعبة، معناها شنو نجم يتعدى في راس شخص شد آلة حادة ولا يحوس 17 سنة يحوس معناها بموس يحوس بسكينة. شنو اللي يوصل الشيء هذايا ومنسوب العنف؟ الإكستري هذايا اللي عديته وقت هو يحكي فيه برشا جوانب، فيه الإصلاحية، معناها شنو الإصلاحية، كي واحد يبدأ عنده الإجرام يترشق عنده الموهبة هذايا الخبيثة تترشق عنده هو صغير، يتعدى الإصلاحية، منظومة الإصلاحية اللي فيها إشكال، منظومة العود لا غوسيديف هو وخوه، منظومة المناخ والمحيط اللي يعيش فيه، منظومة العائلة. دونك لخصوا في جملتين برشا أشياء اللي هما معناها يلزم معالجتها، معالجتها خاطر ما نعرفش أنا أصحاب القرار السياسيين البرلمانيين النواب الناس الكل اخي قاعدين يقراوا في التقارير متاع والتحاليل الأوضاع هذية للعنف وكل شيء، فما باحثين، فما سوسيولوج، فما دي بسيكولوج، فما برشا دراسات، راهو يسوفي تمشي تطالب جامعة معناها جامعة مثلا فافريل ولا جامعة منوبة، أنا ما نتصورش كان تمشي تطلب أنت كرئيس حكومة ولا كرئيس جمهورية تطلب من الناس هذوما مجلس الأمن القومي، خاطر أنا جو بونس اللي يلزم الحكاية هذوما زادة يكونوا من مشمولات مجلس الأمن القومي، ويلزم يصير اجتماع دوري ومينيمو مرة في الشهر باش نشوفوا وين وصلنا وشنو الاقتراحات، خاطر كان باش نكملوا هكا راهي باش تولي لغة الغاب، هي بدات لغة الغاب، ما نحبوش نحنا نضخموا كما الناس اللي عندهم شح في الأفكار وفي الابتكار. دونك لمعالجة الشيء هذايا
هذايا نتسائل السياسيين ما قراوش تقارير، ما عملوش لجان، لجان بالحق مش لجان اللي يعوموا فيهم يغرقوا يعوموا فيهم المشاكل، لجان اللي عمرها ما سمعت لجنة أتت بثمار ولا بأكلها. كان يطالبوا جامعات كما قلت لكم باش يعملوا تقارير في عام. أنا متأكد اللي الأساتذة الكل لما يخدموا على بانيل كبير ويخدموا مع ليزاجونس هذوما متاع لي سونداج ويعملوا دراسة كبيرة وينجموا هكاكا، راهو التقارير لازم تتعمل هكاكا، لازم الناس تقرا الجانب العلمي والجانب الاجتماعي والمعالجة زادة مش كان أمنية 100%، يلزم أنتو يلزم حاجة خطر هكا ما نجموش أنو أصلو. الحاجة اللي معناها تتبهت ولا معناها الحاجة الأولى اللي هكا اللي راوها في مخاخنا كونه فما تعامل مع الأحداث، معناها الانتشار الحدث ولا الحدث يولي معناها محور ولا يولي كلام الناس في البلاد. فما قضايا ايه فما قضايا ليه فما قضايا تظهر قريبة اكثر للعبيد، فما فينومين دي دونتيفيكاسيون ولي ريزو سوسيو اللي هما معناها يمكنوا كل انسان باش يعطي رايه في اي حاجة، دمقراطة يمكن الرأي. وهنا فما جدل لكن مش وقته باش نحكيو على الجدل هذايا، من هو مخاول باش يعطي رأي ولا مش باش يعطي رأي، ونحن يلزمنا نتعاملوا مع الظاهرة كظاهرة. في الظاهرة هذه فما برشا حاجات، مثلا لي ريزو سوسيو فما فينومين اللي هما لي لوجيسيال ولا لي زالغوريتم اللي قاعدين يخدموا. فما كلمة جديدة ودايرة تلقاوها عام الجاي في الديكسيونير حتى نتاع اللغة الإنجليزية في المعجم اللغة الإنجليزية، خاطر يعملوا تحيين هما للمعاجم مش كيفنا نحن، كل عام يزيدوا كلمات جديدة. فما الدوم سكرولينج، الدوم سكرولينج هذايا فما ديزالغوريتم يمشيو بحسب الكليك نتاع أي إنسان، ودونك هما يحطوا له في الواجهة على أون الأخبار اللي هو ينتظرها بين الظفرين، معناها اللي يعرفوه كيراها يكليك عليها، دونك يحطوا لك سلون الذوق نتاعك ولا الميول نتاعك. الدوم سكرولينج هذايا دونك هذايا لو فينومين لاحظوا في الدراسات اللي تعملت على مدى السنين الاخيره الكل بالاحداث اللي صايره بالترولينج زاده، اللي ديما الأخبار اللي تكون مأساوية وتكون معناها سلبية وتكون فيها نوعا من تأجيج للحقد، تأجيج للعنف، اللي تشكك في الأمن متاعك، تشكك في برشا حاجات وتنزع منك شوية الأمل، دونك ديما تبث فيك نوع من التشاؤم، هذوم هم اللي يخرجوا ألايون. دونك بحاجة علمية بتتر أوسي لريزو سوسيو يلعبوا على الشيء ذا كما تويتر كما فيسبوك، بو مانيش نحكي على العالم الافتراضي الآخر متاع الانستغرام والتيك توك، هذاك الناس عايشة يمكن هم اللي مدبرينها بيناتنا معنى أكثر منها. لكن كي تراه في الأخبار الأخرين في الليسيت الأخرين، مثلا تدخل تتفرج في أي شان معناها دافو اون كونتينيو، معناها أي قناة إخبارية ديما في العيون يحطوا لك كان الكاتاستروف، يحطوا لك كان المشاكل، يحطوا لك الاعتداءات. دونك انت كانسان مستهلك للشيء هذا من غير ما تشعر تولي تحس في روحك عندك ضيق، الدنيا مخنوق، تحس روحك متشائم، تحس روحك تعيش في غابه، تحس روحك معناها مناسي، فما تحس اي انسان ينجم يعتدي عليك، والجو العام هذا يخليك ترى كان الخايب. دونك فينالمون يمكن بعد ساعات في فترة ما منسوب العنف ما بين شهر وشهر يبدأ كيف كيف، فما كيما الشهر ذي كريت كان لاحظتوش ثلاثة أيام هذية أي خبر يكبتيك ترقاه يعتدي يا عنف يا محاولة اغتصاب يا تحرش. دونك الأخبار ذوما الانكسيوجين هما اللي عليون، دونك نحن
مش هذا بالضرورة معناها حاجة تخليك أنت تمشي كان الخبر مش أنت تمشي له فينا المو الخبر الخايب ترقى في اللوفر اللي ترقاها ترقى برشا أخبار خايبة ورغم حتى من روحي بعد ساعات كي تشوف مثلا في كيما في الويكان أي خبر إيجابي ما نتصورش روحي كليكيت عليه ولا كنت عندي الفضول باش نتعرف على حاجة إيجابية خاطر اللي صار الرحمة وزاد بحذا داري معناها وقت اللي اكتشفوها معناها كانت قريبة للدار ياسر الحادثة دونك أنا بيدي حسيت بالبروكسيميتي وأنا بيدي عندي بنات مراهقات دونك تحس بك ليدونتيفيكاسيون تحس اللي الحكاية تنجم تصير لك ليك أنت والشيء هذا يعيشك في ضغط أنا عشته دونك نحكي لكم من تجربتي هذاك خلت من لورا باش نحكي من تجربتي دونك نفهم العبيد كيفاش هكاك هل الحل كونك تعاقب إنسان بنفس درجة الفعل متاعه هذايا جدل آخر وجدل هذايا حقه يكون قانوني اجتماعي وسياسي عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام موجودة في القانون التونسي لكن لم تنفذ منذ سنوات ما نعرفوش قد نحكي أوفيسيال ما أنا نتصور اللي إنسان كي يفك حياة آخر هو وصلت لدرجة من الوحشية اللي تخليه يقتل إنسان وهنا عنا برشا ألتيرناتيف هل كما هو فك حياة إنسان نحن نفكوا له حياته هذايا العقاب هذايا يشفي غليل الناس اللي قراب من الضحية ويظهر لي معناها منطقي ومعقول باش القراب من الضحية عائلة الضحية وصحابها وحبيبها والناس كي سيدونتيفي فيها يكونوا مع العقاب ذي لكن هو السيد اللي باش تعاقبه كي تقتلوا حياته يمكن انت تفرهدوا معناها ما فماش عقاب فماش عذاب خاطر هو عذب انسان وقتله لكن هو العذاب تعرف وقت باش يصير وقت يستنى في الموت نتاعه وقت هو كل يوم وقت يسمع اي حفلة في الزنزانة ولا في الحبس يقول جايين باش يقصوا لي راسي باش يشنقوني دونك هذاك عذاب يومي ونفهموا اللي برشا يمكن معناها المشرع ولا حتى المنفذين ولا القضاة فاهمين الحكاية هذي دونك يحكم عليه بالإعدام ويعيشوا السنوات اللي قاعد يعيش فيها معناها من أتعس ما تنجم تتصور من الحياة معناها الحياة هذيك اللي أنت كل يوم تسمع أي حفلة تقول جايني شنقوني ما هذيك ما نجمش الخيال متاعي يتصورها دونك فما ديز ألتيرناتيف ويلزم بكل عقلانية نختاروا الحاجة اللي تناسب التعايش خاطر وحشية القتل وحشية الاغتصاب وحشية حتى سمعت زادة ناس من المجتمع المدني مع الإخصاء بانسور الإخصاء نجم يكون حل معناها حل الناس اللي مرضى لكن يلزم ما تقرر فلان مريض ولا فلان مكبوت ولا هو الكبد مرض هو كل شيء معناها حاجة ما نجموش نتخيله خاطر نحن بمخنا معناها المجموعة الماجوريتي الكبيرة في البلاد هذية ما نتصورش اللي أي إنسان قادر يقتل إنسان آخر كلكو سواء الوضعية البسيكولوجية اللي يصل لها معناها الوحشية هذية عند أقلية اللي يلزم معالجة المشكل في هذيك معناها هنا أنا مانيش هنا باش نعطي دروس لحتى حد لدباء مشروع في مجتمع متاعنا خاطر فما خلل معالجة العنف أنا نحب نحكي أكثر على معالجة مظاهر العنف العاطفة تحكم من الأول على سخانته كما بشرب الحاجة حميدة وقت قالت ما نجمش نعطي رأي توا خاطر احتراما لمشاعر العائلة أنا معها أنا حتى في ثلاثة أيام هذية منبع حتى فيسبوك بالحق من مرات القلائل اللي ما نجمتش نغزله بموضوعية معناه نحس قلت لكم الفينومين ديدونتيفيكاسيون قوي ياسر بحكم القرب
الجغرافي وال معناها جو ميدونتيفي الطفله هكاك مروحه في الليل خاطرين بيدي عندي بنات وهذه حاجه انسانيه معناها تسهل لي انا ليدونتيفيكاسيون. دونك يمكن الهدوء يمكن القرار معناها نتاع السلطه يلزم المعالجه معالجه العقاب انا معاك لكن معالجه الاسباب هي الاهم خاطر ما تنجمش ترجع بالتوالي لكن مهمتك باش تستبق باش الناس تقعد تخرج باطمئنان باش ما عادش حتى وحش ادمي يتعرض لطفله ولا يتعرض للقاصر ولا يتعرض لطفل صغير ولا امراه عزوزه وكلكو سوا لبستها وكلكو سوا الوقت في النهار نحن نعيشوا في المجتمع خاطرنا ادميين اللي ماهوش ادمي ما عندوش بلاصه في مجتمع يعيش في الخلاء يعيش منفي ولا يعيش في الحبس عفوا. فما زاد نوعا ما يسمى الانطباع التاكيدي اللي يخليك انت كانسان عندك راي متشبث به وذيك قناعتك وما يحرك لك حتى حد فما قناعات ما فيهاش في مخك انت التشكيك عفوا. دونك كي يجي حادثه كي من هكا تاكد اللي انت على حق اللي انت معناها في 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 الحاله هذية تو تي جوستيفيابل تقول عرفتك لي كيما اللي تنصح انسان تقول له يا ولدي رد بالك ما تحطش كرهبتك في الدور راهو يضربوها لك ما تحطش كرهبتك في الدور نهار اللي يضربوها تقول انا عندي الحق. لكن اللي حط كرهبته في الدورة ينجم عنده نسبة من الخطأ لكن المخطئ والمذنب الأول هو اللي تخلوا في كرهبته معناها هذه شوية تشخيص بتتخ معناها لتقريب الصورة معناها ما فماش إنسان واحد يتحمل مسؤولية خلل في تصرف في تصرف مجتمعي فما خلل في تصرف المجتمع خاطر المجتمع السليم هو اللي تنجم تخرج وقت تحب كما تحب فين تحب سواء النهج مظلم ولا النهج بالعكس معناها نحن عندنا في الحوامه نتاعنا كي تروح طفله في الليل وتبداو يعرفوها ولات هي تبدا نجم تهبط في راس النهج وتشق حومتها كامله خاطر هي تحس في روحها في امان خاطر في وسط حومتها وسط ولاد حومتها هذا قاعد ينقص هذا قاعد معناها مش معقول تخرج من حومتك تولي عندك اكثر شانس باش مال شانس عفوا باش الناس تعتدي عليك. نحكي على شيء هذا خاطر قاعده تنقص فما ما يسمى بالشهامه فما شهامه في التصرف فما ناس اللي بعض ساعات يرى انسان قاعد يتعنف في الشارع وما يدخلش صحيح يخاف على روحه خاطر فما نسبة عنف أما خاطر وحده كان معناه ثلاثة أربعة من الناس يدوروا على أي إنسان معتدي هو يخاف لكن هو يستقوى خاطر في مخه يعرف اللي حتى حد انتروتر ما هو بشي يدخل. فما زيدا ناس يستغلوا المواقف هذه للضغط على صاحب القرار كما قلت هو عنده في مخه قناعة دونك في القناعة هذيك يحب يسلطها على صاحب القرار سواء كان قاضي سواء كان مسؤول سواء كان رئيس جمهورية رئيس حكومة إلى آخره. الضغط في وضعية كمن هكا ينجم يعطينيش الحلول لاديكوات خاطر كي تضغط أنت على المسؤول شنو الحل اللي باش يعمل باش يعمل كيما اللي عملوا البارح الأمن عملوا تمشيط للمناطق سواديزون حساسة اللي دايرة بالعاصمة لكن جيماجين راهم شدوا كلكم مخجينو غاديك يعيشوا اما المجرمين الحقانيين تتصورهم هما يوميا في الاماكن هذيك ما يعرفوش المجرمين الحقانيين اللي الامن باش يقوم بالحكايه هذه خاصه كي يبدا واحد عامل ريسيديف ومجرم محترف يركش ما يطلعوش. لكن الامن جو بونس انا في بلاصه اي مسؤول امني يلزمه يمشط المكان علاش؟ باش
باش يرضي ضميره قدام المجتمع، قدام الناس اللي طالب بالشيء هذا، وباش ينقص شوية من الضغط على السلطة التنفيذية، على السلطة القضائية إلى آخره. دونك اللي صاير كل عادي، يعني ليش نقول لكم هذا؟ خاطر هذا تشخيص عادي للي صاير، لكن طريقة المعالجة هي اللي يمكن تنقص بعض المسؤولين. علاش؟ خاطر يمكن ما يعطيوش ثقة للدراسات الاجتماعية، للدراسات الأكاديمية ولا التجارب العالمية في معالجة هذا النوع من العنف. خاطر نحن العنف بارتو، فما عنف مسكوت عليه، العنف في الملاعب ما لقينالوش حل، العنف في الكياس، عدم احترام القانون. تعرف معناها تظهر لكم حاجه بسيطه، عدم احترام قانون المرور، اما سيتون ديسيبلين سوسيال. اذا انسان ما يحترمش الضوء مثلا كي يبدا وحده في الليل وما يقفش، وبعدش كي يحرق الضوء يعرض ضحيته حيط غيره للخطر، وعليش؟ خاطر في الليل، خاطر يتلفت على اليمين على اليسار ما يرى حتى أمني، يحرق الضوء. هذايا تفكير غير سليم، هذايا يظهر لك في الظاهر اللي أبخيتو بوف وعليش لي وشنو المشكل ومش نقعد ساعة وأنا واقف في الضوء. ليه؟ فما نوع من الاحترام لذاتك أنت، لشخصك أنت في وسط المجتمع هذايا. كي ما تحرقش أنت تحترم القوانين وتخلي غيرك يحترم. خاطر كي أنت ما تحرقش وجي واحد بحذيك، كي جي هو يراك أنت واقف في الضوء والدنيا فارغة، هو ما معناه هكا كان عنده ميلي جرام هكا متاع شهامة ولا متاع انتماء للمجتمع، تهو بدو يقلدك وما يحرقش. ما كي راك انت، نحن بعد ساعات نبداو قاعدين ونراو واحد ولا اثنين نحرق بار ريفليكس، نحرقوا معاه، ما تعرفش حتى مخك وحده. فما الميميتيزم هذايا السوسيال اللي حاجه موجوده فطريه فينا. المعالجه زادة يلزم تاخذ بعين الاعتبار غريزه الانسان. خاطر الانسان فما عنده غريزه اللي يتحكم عليها، معناها يتحكم فيها بالتحضر على امتداد الاف السنين، مش كما نفس الانسان اللي عاش 100 سنه 200 الف سنه التالي كما الانسان عام 2020. فما حاجات تبدلت، فما حاجات فما وقع اتفاق عليها، البشريه كل اتفقت على كونه القتل ما ينجمش ما يزموش يكون، الاغتصاب، الحاجات هذوما معناها الحقوق الانسان المبدئيه، فما حاجات نتاع مبدا، فما حاجات ما تنجمش تقنع غيرك اللي في 2020 حاجات معناها البيدوفيليا تكون ينجم يكون خلل في التصرف ولا في ولا مرض. ليه ليه معناها اجرام. فما ناس يتولدوا هكاك يلزم يا معالجتهم يا حماية المجتمع منهم بطريقة أو بأخرى. راهو مش سهلة الحكاية، ولا أنا قاعد ننظر معناها هنا نعطي كان في ديبغيش، معناها شنو الحاجات اللي تنجم تدخل منهم، شنو كيفاش تعالج العنف. زادة المحيط متاعنا راهو محيط صعيب، راهي تعيش في تونس توا صعيبة ياسر، تعدينا بجائحة وديجا كانت أمورنا مضعضعة، الفقر، الدنيا قاعدة تتبدل، وفما كريز مونديال كانوا قبل يمكن وقت اللي نتغسروا فما بلدان تنجم تعاوننا، لكن توا لازمنا نعملوا على رواحنا. منذ الكريز نتاع 2003 براتيكومون يمكن من 11 سبتمبر، من بعد 11 سبتمبر الدنيا تبدلت. نحن تسكرت علينا بارتو، حتى اللي يعيشوا في تونس واللي تضيق عليهم يحب يشوف افق اخرى، ما فما ينجم يمشي لحتى بلاد من غير فيزا. راهو الجيل اللي قبلنا نتاع السبعينيات يمشي لفرنسا ما غير حتى فيزا، يدبر اول خدمه يعمل الاوراق في 3 أشهر. نحن توا كونتراتو يلزم تكون يا طبيب يا مهندس يا كونترا امبيتون ولا بعرس، وحتى العرس ولا تري كومبليكي، برشا حاجات تبدلت. دونك مجتمع محصور، مش غلطته هو، غلطة الوضع اللي داير. دونك يرى الحرقة كونه الحرقة ولا عندي فيه يلزمو يمشي لبرا، حتى لي كونديسيون يكونوا بعد ساعات أخي من البلاد اللي هو عايش فيها، لكن بسيكولوجيكمون هو الضيق اللي عاشه هنا يمكن يمشي لحبس آخر يظهر له مختلف على الحبس اللي هو فيه حاليا. دونك فما زادة فما مشاكل أخرى
مسكوت عنها، ما عندناش الشجاعة باش نحكيو فيها، ولا ناس سياسيين وحتى أشخاص عاديين يوظفوها معناها توظيف سيء، ما يسمى بالجهوية قاعدين نشوفوا في مشاكل قاعدة تصير، ما يسمى بالزادة لسنتيمون داتر اكسكلو، معناها فما ناس تحس عن حق في معظم الأوقات اللي هي تعيش في جهة منسية محقورة مهمشة إلى آخره. لكن فما التوازنات يمكن بحكم السياسة اللي تم اتباعها في السبعينيات اللي هي كونسنتري على السواحل. علاش؟ خاطر راهو يزم تذكروا العبيد الشواء اللي تعمل في الوقت ذاك راهو وليد الوقت هذاك. قبل ما كانش في الفريت بالطيارة كان غالي برشا، دونك الفريت كان يمشي بالبطويت، دونك على ذاك المعامل مثلا بتاع التكستيل وقت صارت الواس 72 هذيك اللي زاني جلوريوز اللي تونس كانت تصدر في برشا قماش في التكستيل، كانت بلاصتها مرموقة في أوروبا معناها كمصدرة. كانت يقول لك أنا نربح ترانسبور قريب للبرد، دونك قريب للمراكز مراكز الوسق. على ذلك فما زاد إشكال كما اللي صاير توا الفوسفات ما بين الجنوب وما بين جيبس، دونك ذاك سيتي دي شوا استراتيجيك. وقتها العبيد كل شيخ، العبيد كل منتفع من الشيء هذا، دونك فمش جدل اختاروا الخيار هذاك ما تخلقتش العبيد. ولو انه فما حكايات يقولوا في الجريد ولا في الجنوب كانت فما الجدل هذا، لكن اذا الدنيا تطورت كل شيء وبعديش المعامل اللي تسكرت. انا مثلا بتجربتي الشخصيه كنت نعيش في مازن بوقيبه، كان فما رخاب القدا ونحن جيل كامل كانوا والدينا يخدموا في معمل كيما الفوليز كيما السكومينا، لكن مشي وشوف حال مازن بوقيبه تو، معناها ما فما حتى كاباسيتي باش تخدم الناس اللي غادي، معناها المتساكنين ما عنده حتى حل، ما عنده حتى حل. معناها فما ناس محظوظه يكون تدخل تخدم خدم معناها في معامل ولا في لي كيلكو بلاس اللي موجودة، لكن مواطن الشغل موجودة في العديد من المدن سواء داخلية سواء ساحلية، طاقة التشغيل ماهيش قد طاقة الناس اللي كيفاش نفسر هيلكم. معناها قبل كانوا فما عائلات كي تخدم ينجم فما سلم اجتماعي، خاطر العباد الكل تعاون في بعضها. الخضار كيبدا السيد عنده خدمه، دونك ياخذ من عند الخضار من عند الززار، الخضار والززار يعيش، وياخذ من عند الفلاح الفلاح يعيش. اما كي يوليو مواطن الشغل هذوكم ينقصوا، دونك الززار ما عادش يبيع كما قبل، دونك تنقص المداخيل نتاعو، دونك هو ما عادش يخلص الفلاح كما قبل، وعندك انا في دو بول دو نيج، دونك العباد الكل تضر. فما كاباسيتي توتال نتاع متساكنين اللي السوفر من الشيء هذا. دونك البطالة والفقر، ونحن خارجين وان بليس تعرفوا قديش آلاف من الناس اللي فما معامل سكرت، فما ناس اطردوا وكل شيء. دونك فما زادة آخر حاجة خاطر الوقت داهمنا، آخر حاجة فما المقاربة الأمنية لمعالجة العنف هذا. بعد ساعات العنف معناها الحاكم اللي كما يعيطوا له ان الشعب الحاكم خاطر هو يحكم، لكن الحاكم مازال ما وليش جمهوري في مخاخنا. فما سوء تفاهم بين المواطن والامني، الزوز يعالجوا في بعضهم بطريقه خاطئه. الامني يحس روحه المواطن حاقره، ما عادش يحترمه، ما عادش يسمع كلامه بين الظفرين. والمواطن يقول لك زاد انا الامني ماهوش يحترم فيا، كي يحكم على الهندام نتاعي، كي يعيط عليا، كي يسبني، كي يسمعني الكلام. دونك عندنا السنوات هذه الكل فما تصادم، فما علاقه معناها خايبه اكزيكرابل بين الامني والمواطن، هذه يلزمها تتنحى. يلزم زوج معناها يلزم المواطنين والامنيين يلقاو نقطة لقاء، يلقاو أرضية مشتركة بيناتهم، أرضية الجمهورية.
حشناش باش تطبطب عليه وتوليو صحاب ولا طيحوا قدر بعضكم. يلزم الاحترام المتبادل، يلزم ويلزم المواطن زاد يتخلص من بعض رواسب الماضي، يلزم يعطي فرصه للامني باش يكون معناها يمد يده للامني، والامني زاد يمد يده، والامني بعض الامنيين زاد يلزم يتخلاو على بعض التصرف، خاطر الهيبه نتاعك الجمهوريه ولا الهيبتك انت امني، انت زاد يلزمك تولامبوز. هل تعتبر انسان امني يطلب رشوه مازالوا يقدروه العبيد؟ ونحن بلادنا صغيره والعبيد الكل تعرف بعضها. اسكو الامني العنيف تنجم تحكي معاه يعطيك وذنه؟ معناها من الاول كان المعالجه يكون كان بالضرب وكل شيء، نفهموا اللي فما ضغط، فلان ما تنجمش تطلب من امني جرادان كامل هابط عليه ولا في استاد ولا ناس يهجم عليه باش يحكي معاهم. لكن يلزمنا نلقاو الارضيه المشتركه للحوار، يلزم يمكن ندخلوا اكثر سوسيولوجيين ولا علماء نفس ولا علماء اجتماع في مراكز القرار في الداخليه باش نعاودوا نعالجوا ولا نعاودوا المنظومه الامنيه تعاود نلقاو لها مقاربه اخرى. دونك بون ريت طويل انك وبرشا ديزكسري مع الاسف مش باش يتعداو، نمشيو فاصل ونرجعوا. جينيراسيون، جيل جديد وضحك جديد، كل يوم من اثنين للجمعة من 9 للعشرة متاع الليل مع طارق الحناشي وبقية الفريق على اي اف ام احلى راديو. من 8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. رجعني لكم جوست باش نكمل الدوسي بين الظفرين اللي خدمت عليه نهارين هذوما، حاولت لو ماكسيموم وراني لقيت برشا اثر موجودين دراسات، فما برشا معناها ما لقيتش وقت باش نقرا بالطبيعه، معناها جوست خذيت المحاور، لكن ظهر لي كان ندقوا في الدراسات هذيا الاجتماعيه، نشوفوا في الجامعات، نشوفوا الاساتذه، نشوفوا وهنا دعوه للاساتذه علم الاجتماع وعلم البسيكولوجيا باش يوحدوا مجهوداتهم، بتتخي تكون مبادره مجتمع مدني من الاساتذه، فما دراسات يقدموهم والمواطنين يلزم زاد يحثوا السلطات باش تتعامل مع ناس اخصائيين وعلماء. نحن ديما ناخذوا كل شيء من برا، ليه؟ راهو المجتمع هذا ما يحلوا مشاكله كان ولاد المجتمع نفسه. دونك في الاخر بعجاله نفهموا كيفاش الناس تحاول دونك تخرج من محيط أستيل، معناه ما لقاش خدمه، ما لقاش راحته في جهته في البلاد اللي تولد فيها، فرص العمل مش موجوده، من حق اي انسان باش يحاول يحسن وضعه ويبحث عن العمل، خاصه كي يبدا خدام راه يرقى الخدمه، لكن بعض ساعات كي يبدل من المحيط اللي كان عايش فيه ويتفاجئ بنمط عايش غير مالوف في محيط اخر. مانيش ناخذ في جواندويت، انا نعطي في دي تيرمينولوجي علميه، وهذه تلقاهم الجمل اللي نقرا فيهم تلقاهم موجودين على ذمه العباد الكل في برشا دراسات اجتماعيه. السوفي كان سياسي يعدي نهار ياخذ دراسات الذمة ويعمل بالفليو اربع اسطره في كل بلاصه ويكون ان ثينك تانك، معناها ناس تخمم في ذي في ثلاثة اشهر تترقى، معناها تنجم تعمل استراتيجي موين تيرم وكور تيرم ولون تيرم بيان سور للمعالجة العنف، خاطر توا صعيب راهو باش تعالج هكا توا، معناها بالكريز ايكونوميك هذيا اللي صايره، بالجمود نتاع الابتكار، واللي بهتني انا كيفاش ناس تقولش عليها عقرت، معناها ما عندهاش في مخاخها حاجات نجم تبتكرها. وزادة بالطبيعة من في وش مسؤولية متقاسمة، لكن حتى نحن كإعلاميين زادة مسؤولين، هذه حكاية البوز اللي معناها ترقى وسيلة إعلام بين نارين، كان تحكي كان تصور كان تعمل أنت إذاعة توا تحكي كان بجدية ومعالجة المشاكل وإلى آخره إلى آخره، ما تلقى فيها حتى سبوت وتسكر بعد ستة أشهر. فما المجتمع المدني، جمعيات والدولة
وحتى وسائل الإعلام العمومية اللي هي ممولة من مال الشعب، هذيك دورها معناها ما تجريش وراء الأوديمات، يزمك تجري وراء تعطي الفضاء اللي يصير فيه ديبا. التلفزة معناها ولا الإذاعة يزم جيب أخصائيين، مثلا كي تسمع إذاعة كما إذاعة ثقافية ويتم معالجة موضوعا ما، هذيك دورها معناها، حتى كما يسمعوك قلة أنت قمت بالواجب متاعك. إذاعة وطنية إذا مثلا ولا التلفزة الوطنية وقت تعدي لك برنامج ثقافي وفيه ديبا ما بين واحد كاتب كتاب واحد عامل دراسة، هذيك دورها. دونك نحن يلزمنا نمشي ونسعاو نحو الشيء هذي. دونك الإعلام مسؤول، المواطن بالتصرف متاعه ولا بالسكوت متاعه مسؤول. وبعديش نفهموا اللي العنف اللي تراه في فيسبوك، اللي تراه التعاليق بعد ساعات تقول هل أنا أتقاسم نفس هذا الوطن، نفس هذا المحيط مع السيد اللي قام بالتعليق هذي؟ إنسان يبرر اغتصاب، يبرر قتل، إنسان ما يلومش على المجرم ولا يلقى تبرير لمجرم. حتى يا أخوي أخي بالمينيموم قل مريض، مش تقول أيها خطر هكاكة ورجال ولا نعرف العربي سخون. العربي مش سخون يندي، الخرمة اللي في مخاق معشة ولا تحسيب الأمريكاني ولا مش سخون ولا معناه شنو حكيت التغمينولوجي وهالتضخيم متاع، ولا نحن ولينا منش ضحايا، نحن ناس عنا مخ. كما تخدمش مخك وتن تنبش با الإنسان، فما تعريفة نعاودها ديما، تعريفة الإنسان شنو الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الإنسان سنبش. ألبير كاميو قالها، ألبير كاميو عاش في محيط يشبهنا. دونك الإنسان هو من يمتنع. دونك إذا ما تمتنعش، ما تمتنعش على التحرش، ما تمتنعش على العنف، ما تمتنعش على القتل. يا أخي كلمة كبيرة ياسر، معناها ماكش إنسان. دونك زاد منظومة الإصلاحية، ما عنديش وقت باش نحكيو عليها بالتدقيق. فوالا هذا حاولت من بون فما ديزكستري، ما عنديش وقت باش نعديهم. حاولت كون معناها دي بيست اللي كيفية معالجة الشيء هذا بهدوء، بدون تعصب ولا بدون عاطفة مبالغ فيها. نعرف اللي فما ناس ما ينجموش يتخطاو، معناها ما ينجموش يتغلبوا على انجرافهم في مجتمع يطالب بأشياء يمكن هو زادة ما عالجش روحه، ولا مش عالج روحه بالمفهوم الطبي، ما عالجش مشاكله بروحه، ما يخممش في المشكلة، في أصل المشكلة وسيختو لومباتي. يزم نحطو روحنا في بلاصة العبيد ويزمنا نفهمو اللي الضحية ضحية، ضحية العنف راهو ضحية. ما تنجمش تبرر أي إنسان يكون عنيف مع إنسان آخر بني جنسه وبني بني وطنه. كاريكاتور اليوم، قالوا منع الكراسي في القهاوي كان يمنعوا الكراسي على السياسيين تكون أحسن. أبارامون هذا فما تراجع في القرار متاع منع الكراسي في المقاهي. منع الشيشة أنا مع خاطر الشيشة بالحق، خاطر الروذيذات ولا الروذيذات هذوك ما كيك تسميه عزم يخرجوا أسهل في الدخان ولا بالكل تتنفس حتى بالماسك. راهو الماسك نعود نقولها مش يمنع، يعني ما هوش واقي 100% من تسرب الفيروس، خاطر صغير ياسر ماكروسكوبيك، لكن تنقص من الشارج فيرال نتاع وكميه الفيروس اللي تستنشقها وقت اللي تتعدي. مش كيما العرش، ما نيش باش نعطي ارقام، ولا مش كيما ان كونتيتي معناها لو ان ديزيام تستنشقوا، مش كيما 3 ولا 4 ديزيام الفوليوم تستنشقوا، حاجه لوجيك وواضحه معناها. دونك يفو فير اتونسيون. حكايه التلقيح فوالا، فما مشيت فارماسي اليوم باش ريزيرفي التلقيح،
فما ضغط ياسر اللي فارماسي ابارامون التلقيح مازال ما خلطش، لكن وزاره الصحه وقت قالت اللي التلقيح ينجم راهو يعاون في المعالجه كان واحد يمرض بالكوفيد، دونك التلقيح هذايا مهم دونك يلزم توفيره، وفما كوتا يتعطى، وقال فما اللي فارماسي فما المطالب ولا الناس اللي طالبه تلقيح العدد نتاعها اكثر بكثير من المستوك اللي باش يتوفر لهم. يقعد زادة في حكايه الكورونا السفر تنحكيوا عليه مره اخرى. نمشيو بلا ماسك في سفيس بلا ماسك باهي. جوس باش عندي لكم اكسريز، سمعتوا بالاعتداء اللي صار في فرنسا، باكستاني كانت عن مواطنين قاعدين يعملوا في بوست سيجاريت تحت البلاص نتاعهم في النهج نتاع شارلي يبدو، لكن صارت حادثه مع يوسف شاب جزائري صارت له مشكله في الحادثه هذه. D'abord les mots de Youssef. Youssef, c'est cet homme qui a ralenti la course de l'auteur des coups de couteau près des locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo. Un héros qui a cru terminer derrière les barreaux parce qu'après avoir poursuivi l'auteur des coups de hachoir devant les locaux de Charlie Hebdo, il a été interpellé et placé en garde à vue. Thibaut Malandrin et Régis Rouanet. Oh. Thibaut, سمحنا Thibaut le reportage بتاعك طويل juste قصيد عليك Thibaut. Ah Thibaut, عندنا Thibaut في سوق العالم. السيد هذا يوسف كان متعدي راه مراه تعيط وواحد هارف مترو خلط عليه، كي خلط عليه باش يكلمه ويخرج بدلو جبد عليه كوتير وقالوا ابعد لانشالتك دونك خاف مشي. من الاول هو بعد ما خرج من المترو كي جات الامن مشى الطوع وعطى دي ديكلاراسيون، راهو في الكاميرا يحكي معاه يحسبوه كومبليس، تشد وبعدين سايبوه فيقوا الامن الفرنسي اللي هو خطيه واللي هو بالعكس هو كان بطل وحاول يوقف السيد هذا، يمكن كي حصره هو هرب ويمكن منع ناس اخرين من الطعن. باهي كانت هذي بلي ماسك مره اخرى، الاكتواليتي هي اللي حكمت في التايمينغ اليوم. دونك ماسك الختام خليوه الغدوه، وبتاتر فما ديز اكستري امبورتون اللي ما سمعتهمش اليوم، غدوه نسمعهم ان شاء الله. غدوه يكونوا الاخبار اهدى واقل ضغط، وان شاء الله الامور تمشي وتتحسن. سيفري نفهم اللي الناس نجم تكون عندها نظره متشائمه ونفهمها بالكدا، ما عندناش حل اخر غير التفائل. عندناش كان باش نقعدوا هكا معناها العبد الكل باش تخسر، دونك نمنعوا اللي مازال ينجم نمنعوه في البلاد هذيا، يلزم نحنا انا انتم الناس اللي تسمع فينا الناس اللي مش تسمع فينا الناس الكل تعمل امتي تيفور دو لومباتيزم، معناها نتعاطفوا بدوزه باهيه ونتعاطفوا بايجابيه. موعدنا يتجدد غدا، نقول لكم تصبحوا على خير.